السلام عليكم. النهاردة احنا هنبتدي نحل classified papers على البوليمرز. اول سؤال عندنا بيقول a macromolecule is a very large molecule. Macromolecules can be made by joining small molecules together. This is called polymerization. Which row in the table describes the formation of a polymer? هنشوف هنا الاختيارات بتاعتنا الـ A والـ B والـ C. First row هو الـ A، بيقول المونيمر بتاعه إيثان والبوليمر هيديني بولي إيثان. طب هل الإيثان ده ينفع يديني بولي إيثان؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن الإيثان ده ساتوريتد كومباوند، فما ينفعش يبقى يعمل بوليمر، لأنه البوليمر عشان يتعامل لازم يكون فيه عندي سي دبل بوند سي اللي هو unsaturated compound، يبقى إذن ده ما ينفعش. طب هنا نفس الحكاية، الإيثان برضو ما ينفعش يعمل لي بولي إيثين، لأنه زي ما قلنا الإيثان نفسه هو saturated compound. أوكي، هنيجي على الإيثين. الإيثين هو unsaturated، فيه كربون دبل بوند كربون، بس البوليمر بتاعه مش هيبقى إيثين، مش هيبقى إيثان. يبقى لو البوليمر الإيثين هيعمل لي بولي إيثين اللي هو ده، إيثين هيديني بولي إيثين مش هيديني بولي إيثان. يبقى الكوريكت أنسر اللي هي البي. أوكي، ندخل على السؤال الثاني. Which statement about polymer is correct؟ A. Addition polymers are all biodegradable. B. Condensation polymers can be all hydrolyzed to give amino acids. C. Condensation polymers only exist in nature. D. Forming addition polymers produce only one product. طبعا A غلط، لأنه مش كل البوليمرز biodegradable، لأن هنا قال لي all. Condensation polymers can be hydrolyzed to give amino acid، برضو ده غلط لأنه مش كل البوليمرز هتدي amino acids. Okay. Condensation polymers can only exist in nature، برضو لا، لأنه في synthetic polymers بتعمل بالcondensation. يبقى الإجابة الصحيحة هي D، forming addition polymers produce only one product، وده الإجابة الصحيحة بتاعتنا اللي هي دي. اوكي، السؤال الثالث بيقول the diagram shows three repeat units in the structure of an addition polymers. Which alkene monomer is used to make this polymer؟ يبقى هنا انا محتاج اعرف المونيمر بتاعي، اوكي، اللي هو بنسميه الريبيتنج يونت. طب فين الريبيتنج يونت؟ هبص على اول حاجه على سي سي، اول اتنين كربونة هنا هنلاقي الكربونتين دول فيهم كلورايد، فيهم هيدروجين، الكربونة دي فيها هيدروجين ودي هيدروجين. لو بصينا هنلاقي انه اليونت دي متكررة هنا، كلور كربون كلور هيدروجين، والكربونة التانية ماسكة فيها اتنين هيدروجين، ومتكررة هنا تاني اتنين كربون، الكربونة الأولانية ماسكة فيها الكلورايد والهيدروجين والتانية ماسكة فيها اتنين. يبقى إذن أنا الريبيتنج يونت بتاعي المفروض هيبقى سي دبل بوند سي، الكربون الأولانية ماسكة فيها كلورايد وهيدروجين والتانية ماسكة فيها اتنين هيدروجين. طب فين الكلام ده؟ لو بصيت هنا هو في دي هلاقي إنه هنا في تو كلورايد، كربونتين كل كربونة فيها كلورايد، وده مش مظبوط. طب في البي هنبص هنلاقي انه الكربونه الاولانيه ماسكه فيها صحيح كلورايد وهيدروجين وهيدروجين هيدروجين، بس سنجل بوند، فمش هتنفع، لازم تكون دبل بوند. هنا هنيجي في دبل بوند، لكن الكربونه الاولانيه فيها كلورايد والكربونه الثانيه فيها كلورايد، وده برضو مش مظبوط. يبقى فاضل لي السي، هلاقي انه الدبل بوند موجوده، الكربونة الأولانية فيها هيدروجين وفيها كلورايد زي الريبيتنج يونت، والكربونة التانية فيها هيدروجين وهيدروجين. يبقى إذن
سي هي الإجابة الإيه؟ الصحيحة، لأن أنا محتاج عشان أعمل بوليمر لازم يكون عندي سي دبل بوند سي، أوكي الأول، وبعدين أشوف بقية الأتومز اللي موجودة في البوليمر. Which process doesn't produce carbon dioxide؟ هنلاقي combustion of methane, fermentation of sugar, polymerization of ethene, respiration. الcombustion هتديني كربون، خلي بالك انه بيقول doesn't، لكن هنا عندي combustion of methane هيديني carbon dioxide، والfermentation of sugar هيديني برضو carbon dioxide، والrespiration هيديني carbon dioxide. يبقى مين اللي مش هيديني كربون دايوكسيد؟ اللي هو البوليمرايزيشن اوف ايثان، مفيش اي انذر برودكت. اوكي البوليمرايزيشن اوف ايثان هيديني البولي ايثين، اوكي، ويبقى الاجابه الصحيحه هنا ايه؟ السي. طب بوليستر اند بولي اميد ار تايبس اوف سينثيتك بوليمرز، ويتش ستيتمنت ار كوركت؟ واحد، they are made by addition polymerization. 2. They are made by condensation polymerization. 3. The monomers from which they are made are unsaturated hydrocarbon. 4. The monomers from which they are made contain reactive functional groups at their end. فهنا في اتنين صح، هو جايب لي A 1 و 3. طب 1، they are made by addition polymerization، البوليستر والبولي اميد مش معمولين بالاديشن بوليمرايزيشن، اوكي يبقى هنا واحد غلط، يبقى اذا كمان ايه غلط. طب بي بيقول لي 1 و4، اوريدي احنا من البدايه قايلين ان 1 غلط، اوكي يبقى اذا ما ينفعش البي. سي 2 و3، 2 بتقول they are made by condensation polymerization، وده صحيح لانه هو البوليستر بولي اميد اتعملوا عن طريق الكوندنسيشن بوليمرايزيشن. 3 بتقول the monomers from which they are made are unsaturated hydrocarbon، اوكي unsaturated hydrocarbon، هل ده صحيح؟ لا مش صحيح، يبقى اذا 2 و3 كمان غلط. طب 2 و4، 2 بتقول they are made by condensation polymerization، ده صح. 4 the monomers from which they are made contain reactive functional group at their end، واحنا عارفين انه البوليستر والبولي اميد بينتج عن الرياكشن بتاع الداي كربوكسيليك اسيد ومعاه الديول او اللي هو داي الكول، ده عشان يديني البوليستر، او الداي كربوكسيليك اسيد مع الداي امين ده عشان يديني البولي امايد، وفي الحالتين ده في تو فانكشنال جروب اللي هما سي او او اتش، والدايول هنا الفانكشنال جروب بتاعه او اتش لانه الكول، اوكي، والامين في ال NH2 دي الفانكشنال جروب. يبقى اذا الاجابه الصحيحه بتاعتي اللي هي الدي، يبقى الدي هي الاجابه الصحيحه. طب the diagram shows the structure of an important product، ده هنا عندي عباره عن بوليمر. This product formed by one of N2. طب which words complete gap 1 and 2؟ عندي 1 هنا A بيقول لي addition polymerization، B addition polymerization، و C cracking و D cracking. طب هنا دي عملية polymerization، يبقى الكراكينج على طول مش داخل في حساباته ويبقى غلط. طب يبقى A addition polymerization، A يا B. طب أشوف هنا رقم 2، عندي ألكان وألكين، الألكان ما تنفعش لأن هي إيه؟ عبارة عن saturated compound، اوكي طب ساتوريتد كومباوند ما تنفعش تعمل لي بوليمر، يبقى مين اللي هيعمل لي الالكين لانه في سي دبل بوند سي. يبقى اذا الاجابه الصحيحه بتاعتي الايه؟ اديشن، واحد هتبقى اديشن اوكي بوليمرايزيشن، 2 الالكين، تمام. يبقى
الإجابة B. Which process produce polyethylene from ethene? Cracking ما ينفعش لأن cracking معناها أن أنت بتكسر الحاجة. Fermentation ما تنفعش لأن الفرمنتيشن دي مثلا للجلوكوز عشان يديني كربون دايكسايد. Addition polymerization وفي catalytic addition of steam. هي بتتعمل بأديشن بوليمرايزيشن بس في وجود كاتاليك. كاتاليك يعني ايه؟ في كاتاليست موجود ومعاه بريشر وهيت عشان كده هتبقى دي اللي هي كاتاليتيك اديشن اوف ستيم. يبقى البولي ايثين هيتعمل من الايثين اوكي عن طريق الكاتاليتيك اديشن اوف ستيم. Which of the following doesn't cause a problem from the disposal of non-biodegradable plastic? Waste plastic accumulate in oceans. In landfills, they take up valuable space. When incinerated, carbon monoxide is produced. Heat energy is released when burned. لو لاحظنا هنا بيقول لي which of the following doesn't cause a problem. Okay. عن لما أرمي non-bio او ان انا اتخلص من النون بايو ديجرادابل ويست. طب هنا الاكيوميليشن بتاع الويست في الاوشن طبعا ده هيضر لي بالاسماك والحياه المائيه. لاند فيلد طبعا ده هيستخدم لي اللاند فيلد وهيملى الاماكن بتاعه اللاند فيلد. انسينريشن ان هو ان انت تحرق البلاستيك او البلاستيكس دي هتديني كربون دايوكسيد وده طبعا برضو توكسيك فما ينفعش فهيبقى مضر. يبقى الحاجه الوحيده ان انا لما احرقه اوكي يديني هيت انرجي اوكي ممكن استخدمها كان بي ريوزد اوكي في اي حاجه. فيبقى عندي هنا اهو البي دي اوكي هي الاختيار الصحيح. Polyethylene is commonly used to make plastic bag. Which property of polyethylene make it difficult to dispose of? Excellent resistant to chemical reaction, flexible, high strength, good transparency. اولا ال good transparency وال high strength وال flexibility كل دول عبارة عن المميزات بتاع